ناخذ رايك. مختار ديريكت. مازال ما حكاش. خلينا ناخذ رايك في الانتدابات اللي تقال، كيفاش تشوف اللي تقال في الموسم الجاي؟ خلينا نقولوا حقانيه ساعه، خلي مش ان شاء الله مختار يرضى علينا كي باش نحكي انا تو. شوف اسلام، على حسب ريكروتمونات اللي رانايهم يظل ماذا بينا بيا ويخرج ويصرح يقول راني انا قمت بالانتدابات هذوما. خاطر علاش؟ اليوم كي راه خمسه ملاعبيه من نادي الرياضي السويقسي، نواني يقول لي انا لونترونور اللي هو اللي طلب الريكروتمونات هذوما يتحمل المسؤوليه. لا 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 يا أحمد، أنا نحكي لك لا خمسة ملاعبية من نادي الرياضي السويقسي نقول لي هو حمد الدولي هو أي شنو المشكل؟ لا معناتها نرجع سيري ذاق، لا نرجع سيري ذاق، زبير عنده عين كبيرة في الملعبية. تنهاك يجيب من أجاكس عادي، معناتها جايب يجي خمسة ملاعبية من أجاكس. كل واحد اليوم يتحمل مسؤوليته. مدرب جابهم، شكون ضامن انت المدرب اليوم شو يقعد في نجم الرياضي السويقسي؟ ما وين تصور فما تنسيق بيناتهم الزوج. اي اما هي اكثر يقعدوا يتفاهموا هذاك نجيبوه. اليوم المدرب يتحمل مسؤوليته. بالنسبه للملاعبيه اليوم اللي جات ليطوال، انا اهم حاجه قلت لهم اليوم في نجم الرياضي السويقسي اللي هي خلصت الديون نتاعها موسم المئويه، يتسمى تيتر كي خلصت الديون نتاعهم، خاطر الجمهور اليوم يستنى عوده ليطوال. انا نعرف جماهير نجم الرياضي السويقسي راهو حتى كيما نقول لك بلغة اخرى حتى على البيس ينغر، يحب جمعيته ديما تلعب على الألقاب، واللي أي واحد باش يلبس مريول يتورى ويجي باش يلعب على الألقاب. اليوم بداية موسم الحقيقة حاجة ما تعجبش في الإطوال. علاش حسب نحكيو اليوم الإطوال بدات ترجع قوية وترجع، لا لا عكس هذا، ما غلطوش العباد، لازم العباد تكبس رواحة تعرف شنو باش تعمل في الموسم هذا، خاطر اليوم ماهوش بالساهل. اليوم أنا حسيت بيا تزرب برشا في الريكروتمونات. إيش معناها؟ من كثرة الفرحة نتاع ديون اليوم الجمهور صحيح النجم محتاج ملاعبيه. ايه عليه خايبين اللي جابهم زبير ملاعبيه بالكاليتي. انا نقيم الملاعبي قداش كور عنده في ساقيه، هاك حكمت في الجوله الاولى اللي تولى لعبت 10. انا باحتراماتي للملاعبيه هذوما اليوم اسمع، تحبوا نحكي اون جينيرال؟ خليك كامل احمد، خليك نحكي اون جينيرال. اليوم ما عندك حتى ملاعبي في السوق باهي يا حسرة على الكور جاي اللي كانت قبل، مي لا غالب في السوق موجودين هذوك. كي نحكيو راهو على هنيد، نحكيو على دكدوب، ونحكيو على الشواط، خلينا نكونوا واقعيين. يعني علاش اليوم الباب ديت ماهيش باهي في النجم الرياضي الساحلي؟ حتى نحكي على الماتشوات الامريكيه اللي عملتهم اليوم، خاطر الملاعبيه ناقصه ريتم تاع ماتشوات في ساقيها، وباش تحب لك باش تقلد. راهو الشامبيونان تاع تونس اليوم تشوف فرج في الافكتيف تاع الاسبيرونس، راهو اذا ما تاخذش بايك من الاول راهو سيء الشامبيونان. راه خلينا نكونوا واقعيين. اليوم الملاعبيه اللي جات اليوم الملاعبيه باحتراماتي قلت لك اللي جات الملاعبيه، ما على غالب هذاك السوق شفما راهو عند الملاعبيه راهو فوق ستة اشهر ما كورتش بخيسال. اليوم تلعب في الاطوال عندك ستة اشهر ما تكورش، واضح. فما جمعيات لامبورت كيم ما تسميش يسمع مبلاعبي عنده اربع اشهر، ونعرف ونحن ما نحبش نسمي اربع اشهر ما تكورش شهرين ما ياخذوكش. شوف اش قام اليوم خيسال، اليوم شرع في الاطوال. قلت انت مروان السوق فارغ، السوق فارغ بيان سور. مي اليوم انا نريض، انا فما تعاملت بعض المدربين يقول لك جوار باش يجيبولي ما يكونش لاعب فوق ال 10 15 ماتش و 20 ماتش في الشامبيون عامناول ما يجينيش كور عندي. اليوم حسيت كانك كما نقولوا اغلى راهو يا مروان. لا لا اغلى الحياه الماديه نتاع ليطوال. لا 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 اسمعني اخي ليطوال، اخي اسمعني راهو الكلام اسمعني. انا ناخذ على قدش عندي في مكتوبي وشنو اللي موجود. يا سيدي لو الامكانيات كانت متوفره عند ليطوال كان تجيب مخير، اكيد صحيح. سيري ذا احنا كملاعب ونعرف الانتوراج. اليوم حتى ملاعبي ايش نكلمك، ايش نكلم حتى عدله يتمم يتمنيش يلعب في الاطوار، باش تقول لي ظروف ماديه واش ماديه. شنو ايش نكلمك يجيك الاطوار بلاش؟ اخي سامحني انا بلاش يا دي شغل حق ايش اخذ فلوس واعطيني حقي في الدراسه. انا علاش تحكم عليه من تو جوريت؟ جوريت وكاليتي سامي يا هنيد مش اسم بنشوك مش اسم الشميسي مش اسم يا دي مش اسم. انا عندي ملاعبي ملاعبي اسمعني ملاعبي دو كاليتي اللي جابهم زوبايا ملاعبي ملاعبي جابهم من دو ولا من تروا يا دي. انا من دوش دي ملاعبي عندهم اسامي يا دي اسامي من اليوم نرجع نكور انا دي زيكس انترناسيونال نرجع نكور انا تو ليكيب ناسيونال. لا يزي وعد يزي نرجع نكور شفتهم يا وانت باش تحكم عليهم. انا مش باش نحكم احنا هذه راهو هذه النظره اللي خلت ليطوال في بعض الاحيان يعاني. انا قايم في جولات اصبروا شويه اصبروا خلي نشوفوا اربع خمسه جولات. لا انا نحكي لك تو السؤال ما نعرفش حتى شو باش يصير من بعد. اما كي نحكي انا تو علاش تشاهم معناها؟ مش حتى تشاهم نحكي يا الريزلتات عجبتك انت ليطوال تو تفرجت في الماتش الامريكي؟ انا ما تفرجتش انا نمشي بالريزلتات. عايش خويا الريزلتات شنو هو؟ ما لعبتش ليطوال مازال ماتش بلاش منتدبين لعبت ضد بنكرتين لعبت ضد بنكرتين اي بلاش منتدبين ضد باجا بلاش منتدبين. لا 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 خويا بالمنتدبين ضد باجا بالمنتدبين ضد باجا ضد باجا لاميكال لا
يا ما غلطوش اسمعني اسمعني ان شاء الله الجاي خير من غلطو احنا صحيح تقول لك انا كل ايجابي كل ايجابي اسمعني قلت لك ان شاء الله الجاي خير مي انا كيقيم ريكروتمنت اللي جاي تو اللي طوال كي نسمع بجوارات عنده 6 اشهر و7 اشهر راهو برجو مع الحقيقه راهو عيب كبير عيب بيان سور ما تخليش انا لا في الاطوال عندك 6 شهور ما تكورش عايش خويا مهما كان اسمك انا جيب لي فرق صغير حتى ما عملش اسم وكومبيتيتيف نجيبه هو قبل السيمي لاعب شاب صغير مش لاعب شاب بلاي بسرعه ما عادش عندنا وقت